ميناء الصيد، لكن كان في ميناء أقدم هنا. كان في هذا الميناء الكبير. هذا على الرأس هذا؟ هذا هو. هذا البحر كله تعتبر ميناء بهذاك الزمان. هذه منطقة الميناء القديم. نعم. وكان 30 باخرة يعني في حرب العالمية الثانية أرسلتنا. يعني مما تتذكر هو مما أتذكره أنا. إن في الأربعينات في أيام الحرب العالمية الثانية. شفت بواخر هنا. شفت بواخر يمكن عمره تقريبا 10 سنوات. نعم نعم. حتى ناس عدوهن حسبوهن واحدة واحدة حتى وصل إلى 30 باخرة. يعني كان كل حربيات. كان المكان يسمح ب مثل ما تقول إنه يستقبل سفن كبيرة. إيش تمام. رغم إنه ميناء قديم. الحياة كيف حتى يمكن 1000 باخرة بتشيل هذا. يعني في عمق في المكان. عمق عمق. في عمق. حتى هنا عمق. نعم. تقريبا فوق 20 باخرة. نعم. عمق. تمام. موجود. نعم. تمام. إحنا من هنا ندخل للمدينة وتراوينا بعض البيوت بعض الأماكن الأسواق وغيرها اللي كانت هنا نشوفها سوا. تفضل. ما شاء الله كبيرة المدينة. كبيرة. كبيرة المدينة. كبيرة. أيوة. كبيرة ماشي. يعني هل كل جزء له اسم؟ أكيد. يعني حارات. حارات أيوة. كل منطقة لها اسمها. طبعاً إحنا هذه هي مدينة مرباط القديمة. القديمة. ومرباط معروف لها تاريخ كبير ولها، لكن لما نحكي على مستوى هذه المنطقة هذه، يعني هل مثلاً الغربية والشرقية والجنوبية واللي على البحر وال هل كل واحدة لها اسم؟ طبعاً كل واحدة لها اسم. إيش الأسماء اللي موجودة؟ هذه المنطقة اسمها أنسير. 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 أنسير نعم. وغيرها؟ وغيرها اللي هنا اسمها زيات. 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 أيوة. وفي واحدة هنا اللي تحت اسمها دارة حانوت. أيوة. دارة حانوت. تمام. وفي منطقة اسمها ريبدوت. ريبدوت اللي يكون فيها الميدان. ايه يعني فيها الناس اللي يرقصون فيها ايام الاعياد في الافراح وكذا في المناسبات موجوده لحد الان. تمام. حتى منطقه فارغه يعني خاليه. ما فيها بيوت ولا شيء. هذه الاقسام الرئيسيه اللي في منطقه اسمها ساعيوت. ساعيوت يعني اللي بعيده شوي. شعيوت. كلها ضمن كل منطقة ضمن المدينه القديمه كلها طبعا. نعم. وفي منطقه اسمها هذا زيوجر. زيوجر عند الشرطه وهناك. نعم. اسمها منطقة زيوجر. أيوة. هذه طبعا الأهالي متعارفين عليها. متعارفين مثل على المناطق هذه. مثل أي مكان حلت كذا وحلت كذا يعني الأسماء. كان في سوق هنا. سوق نعم. كان زمان قبل السوق هذا الكثير. إيه. السوق اللي موجود هنا كان السوق في البيوت. كل تاجر عنده دكان في بيته. في البيت. في البيت ماله. لأن ملاحظين حتى لا زالت بعض البيوت فيها دكاكين. في دكاكين نعم. كان نعم. في بيوت عنده كل أي واحد عنده دكاجيرة. مسوي له دكان حتى هذا البيت شو اللي عندك؟ نعم. فيها دكان. نعم. اللي قدام هذا. نواصل. نشوف الأماكن الثانية. نشوف الأماكن. كأن في ساحات في بعض الأماكن يعني زي هذه ساحة هني ساحة. ساحة أيوة ساحات أكيد. أيه. أكيد. ظاهرة لا؟ ايه ظاهرة ساحة يعني ساحة للعبارة وجه البيوت. ايه مثل الحين الباب هذا لازم يبغى ساحة. نعم. والباب هذا الثاني نفس الشيء. ايه حتى هم ناس يتعاونون مع بعض. نعم. يخلون مكان يعني للبيوت لا؟ ايه حتى الإنسان يقدر يستطيع يدخل ويخرج. نعم. ساحة ضروري. يعني في اللي أقصده أن في وسع في ايوه هم في وسع في المكان. شوف يعني. الناس مش متعلمين لكن فهمانين. نعم. لا سمح الله ممكن واحد يموت. نعم. وجت الناس عشان تاخذ الجنازه وتاخذ يكون في البيت امامها شويه. نعم. حتى ثاني اللي بجنبه يعني نعم. معناته يتعاون معه. له اسم المكان هذا؟ اسمه معناه هذا المكان؟ ايه اسم المنطقه يعني؟ ايه هذا ريبدوت. ايش اسمها؟ ريبدوت. ريبدوت. ريبدوت هو يسمونها. ريبدوت وهذا عبارة ريبدوت مكان الميدان هنا. مكان الميدان. الميدان. ايه. مع الغي يعني. ايه. والزينات. نعم في الافراح. وهذا هذا البيوت اللي بجوار الريبدوت. الميدان ورا هذا السكة. الميدان هاي ورا هاي. نعم. لما تخرج من هذا المكان. نعم. شوف الميدان. نعم. طيب ابو سعيد بغيت اسالك انا عن طريقة البناء وعن المواد المستخدمة في البناء.
يعني هذه ايش من مواد هذه؟ هذا قص يسمونه. جص؟ قص يعني حجار. في جبالات من هذا النوع مقصوصة منها؟ مقصوصة منها. يعني هذه كأنها تكوينات بحر؟ مقصوصة. هذا بحر؟ لا مش البحر. محار وقواقع. كان زمان هكذا. نعم. زمان كانت البحر داخله. ايه. يقولوا هكذا يعني في عصر نوح عليه السلام. نعم. يعني قبل لا تقوم القيامة. هذه عاد الأساطير تقول كذا. الأساطير تقول كذا. ايه. وهذا حتى شوف الأشياء البحرية تحصلها على قمة الجبل هذا. نعم. الأشياء البحرية. ايه. دليل على أن البحر راحت وصلت إلى هناك. لغاية جبل سمحان. لغاية جبل سمحان. نعم. والله الناس اللي هناك جابوا يعني حاويات وحاجات كذا. ايه. ومحانك. لكن هذه الأشياء طلعت في هذه مقصوصة من هنا من مرباط. هذا مرباط هنا في منطقة كلها جبل مثل هذا النوع. لا أنا مستغرب أنها القطع مليانة محار. دليل على أنها البحر. نعم. على أن هذا المكان قد عاش في البحر. الحجار. أيوة. هذا المكان اللي اخذوها منه. اللي اخذوها منه. طيب وبايش يكسوها؟ يكسوها او ذاك زمان طين ونوره. طين ونوره. اول الطين داخل. وعاد اللي بغى يصبغ بيته يصبغه نوره. واللي عنده استطاعه يسوي نوره من فوق. ابيض. ابيض. أيه. النوره يعني تشابه سميد. نعم. ليش؟ لان فيها ماده قويه. نعم. وتمسك. نعم. يطلونها بنوره ويحطوا فيها حجار صغار. ايضا. نعم. وحد يطليها بس على طول. نعم. لكن عندما يكون فيها حجار صغار. ايه. تمسك اكثر. نعم. يقال يعني احنا لاحظنا ان المدينه مرتفعه عن البحر. يعني هناك من يقول انه في مدن يمكن تحت المدينه، يعني لما جوا بعضهم يبنوا حصلوا تحتهم بنيان. صحيح الكلام؟ اكيد صحيح، وهذا حتى كتب ذكر عنه. حتى نحن في عندنا بعض الكتب ذكرت على انه الحبوطي قد كسر المنطقة بعدها. نعم. وكان قبله نفس الشيء. وأعيد بناءها أكثر من مرة في أكثر من حدث. هاي طبعاً. لدرجة إنه ممكن تكون في مدينة أو مدن سابقة تحت المدينة. قبل. مش هذه المدينة بس. نعم. في مدن مناطق. نعم. هنا في مناطق كثيرة على هذه الحالة. إيه. كلما ناس تحفر حصل حجار قديم. نعم. قديم. نعم. دليل على إنه في بيوت قديمة موجودة. نعم. قبل البيوت الجديدة هذه. نعم. يا الله يا الخبر يا الله يا بحر الزين يا اللولو. لكان أصرنا القصي ذاك النهار تمر مع ودنا. من اللي كانوا سمعت الحليه وكان حد ما في ابو بدله سيما. كم داري ابو محمد يعني مانات صبح ابوري. كلهم مستعجبين ذا سياره يا سياره. ما أنا غريبه. اتفاق العصري ما في رمي. لا في رمي. لا اتفاق برزه لا في رمي. لا في رمي. لا في رمي. هذا ميدان الاحتفال. هذا هو. ايش قلت اسمه؟ اسمه ريبدوت. ابى احفظها الكلمه. ريبدوت. 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 هذا باللغه المحليه. ايه. ايوه عارفين باللغه العربيه الميدان. يعني ميدان الحفر. ايه معناها الميدان يعني؟ معناها الميدان. ايه. ريبدوت معناها الميدان. نعم. هاي يعني كانت في المناسبات هذه. كان في المناسبات كل المناسبات. ايه. للزواج ما الزواج، وإذا كان أيام الأعياد. نعم. ويدوروا في الناس هذا، والهبوط ما الهبوط. أيه. والزهر ما زهر. أي حفل كل يحصل هنا، اللي هو حفل مهم. أيه. خاصة الحفل المهمة يعني في الأعياد. في الأعياد وغير الأعياد. وفي الأعراس. في الأعراس. نعم. في الأعياد وفي الأعراس. وإذا جاكم ضيف وفي مناسبات. إذا جوا ضيوف رسميين وكذا. وإذا جاء ضيوف رسميين حتى. أيه. أي حد مثلا. نعم. إيش من الفنون اللي كانت يعني تستعملها الناس؟ إيش الفنون اللي معروفة في مرباط أكثر من غيرها؟ والله شرح. معروفة شو يعني البرعة. البرعة. البرعة والزامل. أيه. والربوبة. تقريبا في أكثر من 20 نوع. والشرح. والشرح. أيه. على كل نوع، مو شرح بس يعني. نعم. شرحوا بس. أيه. لو فنان. أيه. لو فنان. ايش حفظت منهم انت؟ ها؟ ايش حفظت منهم؟ نحن الشرح. أيه. هو رسمي. أيه. عندنا احنا هذا الشرح، هذا يعني كسبه يسمونها كسبه. أيه. الشرح هذا يسمونه كسبه. نعم. يعني بنوعين. أيه. اما نوع واحد يمشي بسرعه. أيه. ونوع واحد يمشي بالتي احسن. نعم. يعني على مراحل شويه. ايش يقول؟ والبراعه. ايش يقول؟ والله يعني في مدح عندهم. ايه. مدح في الناس الاولين.
مثل يعني مثلا قصبة مثل قصبة، والله ما أنا حافظها مثل قلت، لكن القصبة عبر القصبة هذه اللي حافظونها الطبل هكذا والبرعة. نعم نعم. وفي فنون للرجال وفي للحريم. في فنون للرجال وفي فنون للحريم. نعم. على كله الحريم. ايه. في فنون يعني لعب عربي، وفي فنون لعب حتى في فنون ريفية. نعم. أيضا. كلها تمارس. كلها تمارس هنا. نعم. والريفية هذه مثلا الحرمة تركس ويركس أمامها رجال. نعم. بالسيف. ايه. هذه الفنون الريفية. نعم. طبيعة يعني أي مكان أي مدينة راح نحصل فيها بيوت كبيرة وبيوت صغيرة وبيوت متوسطة، وهذا الحال يعني حتى في المدن القديمة، يعني احنا ملاحظين هنا الحين هذا بيت كبير وهذا بيت كبير، يعني في مجموعة من البيوت مبين هذه كانت أكبر البيوت هنا. طبعا هذه البيت أكبر من بيوت، هذا يمكن أكبر بيت، هذا أكبر بيت واللي جنبها هذا أكبر بيت. هذا إيش اسمه؟ اسمه نزوة. نزوة؟ نزوة يسمونها نزوة. الآن سموها نزوة. من أول بس. يعني أصحاب البيت كانوا يسموها نزوة. نزوة. ايه. على إنها كبيرة لا؟ إيه ما شاء الله. على إنها كبيرة. ايه يعني أيضا الناس لما تحب شيء تسميه. أكيد. وفي ناس يسموا بيوتهم. أكيد. بس هو مشهور باسم. مشهور باسم نزوة. نزوة بيت سيدوف. بيت سيدوف. بيت سيدوف نزوة اسمها. ايه. مسمينها هذا الاسم بعد ما خلصت ايه. بنيانها. ايه. سموه بالاسم هذا. العيلة اللي بنته هي بيت سيدوف. بيت سيدوف. وحبوا يسموا بيتهم نزوة. بيت نزوة. على نزوة. على نزوة. ما شاء الله. أيوة. حلو معلومة جميلة هذه. نعم هذه. وهاي والبيوت الثانية. البيوت الثانية هذه بيت الحبشي. الحبشي. بيت الحبشي هذه. ايه. وهذه لهم كانوا، وهذه بيت ثاني واحد محمد سعيد فايدة. هذاك مجدد. ايوه هذا اللي هنا. أيه. وهذا بيت سراي. بيت سراي. بيت سراي. 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 ايه. اللي هم ساكنين هنا عايشين هنا. نعم. لكن لهم ضلع في سور. ايه. جماعتهم في سور ولكن مولودين هنا. في علاقات يعني قديمه بين بين سور. اهل المنطقه هذه واهل سور. الشرقيه السور. نعم. سور وجعالين. نعم. كان لهم سله. كان لهم سله. نعم. وكانت مراكب صور تجي هنا تجي الخشب وهذا متعاملين مع بعض. نعم. من تجار ما تجار. ايه. والبضايع يعني المتوافدة. نعم. ما بين الجانبين. نعم. كان لهم سلة قوية. ايه. جدا يعني بين. نعم. الشرقية وأهل المرباط. ايه. كان لهم سلة حتى الآن تقريبا فوق 300 حرمة زوجوا عليهم هنا في سور. نعم. يعني في علاقات اجتماعية. اجتماعية ربطهم البحر وتحصل جماعة القبائل الموجودة. نعم. في منطقة سور. ايه. يعني لهم سلة في الناس في المنطقة هذه. الناس الموجودة من. نعم. العمري من اليافع من. نعم. من السادة من. نعم. القبائل الثانية المتواجدة. نعم. تمام. لأن كانوا متواصلين مع بعض. ايه. وبالأخص سور بس. نعم. سور. نعم. هي أهم شيء. ايه معروفة مبينة. علاقة بينها بينه وبين المرباط. نعم. مبين ايضا كان فيه المدينه هذه يعني انا اقرا منها ان كان فيها صناع مهره، كان فيها نجارين، فيها حدادين اتصور. اكيد. فيها يعني من بيصنع هالابواب، من بيصنع حتى الحديد اللي في الباب، من بيصنع هالنوافذ الجميله، يعني ولا اجمل من كذا والله. فيها ناس. هل كان في ناس تتذكر انت هني ناس صناع؟ نعم في كثير اذكر. نعم. ناس كثير. نعم مثل ما نقول اليوم ورش وكذا او ورشه نجاره وورشه حداده وورشه وحدايد. يعني نعم كان في ناس كثير انا اذكرهم. في ناس هنا قبيلة بيت سعيد بربيع. نعم. يعني كان رجل نجار مهار. وكان يشتغل الخشب والبيبان وما البيبان. أيه. وجدي انا واحد. نعم. اسمه سالم بن عمر. نعم. يعني كنت اشتغل شيء في هذا البيبان هنا في البيت هذا. نعم. وفي واحد اسمه بازياد
يعني متوافد نعم. من الجنوب نعم. كان الجنوب يتوافدون نعم. كان يشتغلون الخشب ويشتغلون نفس نعم. اللي يشتغل الخشب نعم. يعني يشتغلون السنابيك يعني نعم. البحرية نعم. معناته يشتغلون يعني كانت تصنع السفن هنا أيضا نعم طبعا تصنع السفن تصنع السفن السفن نعم. كبيرة وصغيرة أي. كانت تصنع هنا في هذاك الزمان نعم. لكن السفن الكبيرة ما هي ذكرها هنا هذه كانت السفن المتوسطة يعني نعم كان هم اللي صنعوها هنا من هوسهم يعني سنوين صنعوا 3 4 5 6 نعم في المنطقة نعم. هذه وكان ناس كثير اللي اشتغلوا النجارين كانوا كثير منهم والحدادين بين زحفان وزحفان نعم يعني سعيد بن زحفان وزحفان نفسه نعم كانوا الحدادين يشتغلون المسامير أيه. والآلات اللي تخص أيه. الخشب نعم السنابيك يعني يعني كانت مدينة ما شاء الله متكاملة وعامرة مكفية نفسها بنفسها نفسها يعني. أكثر نعم. من 50 نفر نعم. اللي ذاكرهم اللي هو حداد واللي هو نجار نعم في هذاك الزمان يعني حتى داخل البيوت لاحظنا في نقوش في زخارف طبعا يعني أيضا كان في ناس يشتغلوا أكيد على أكيد المسألة حتى في ناس يكتبوا نعم يعني كتابات قرآنية نعم عندما يخلصون أي نعم. عمل اللي يشتغلوه نعم وفي ناس متمهرين وفي ناس علماء لا تنسى نعم إن المرباط ما كانت عادية يعني طبعا منطقة تراثية قديمة نعم. لكن الناس اللي كانوا فيها سابقا راحوا نعم. راحوا بغير نحن نعم. هذا الصغار ونحن الحين مش فاهمين حاجة أنتم ما صغار أنتم ما صغار لا والله ما نحن فاهمين والكبير والكبير الله والكبير الله نعم بالله الله أكبر حق أذن بنواصل إحنا قبل لا يروح موعد الصلاة تفضل تفضل ما شاء الله يعني سوق كبير ومتكامل يعني متكامل ما احتاج ايش من بضاعة كانت هنا؟ والله كانت البضاعة اللي تستغرق في المنطقة أي شيء يستغرق في المنطقة أيه. معناته موجود أي شيء تحتاج عليه نعم مثل الأكولات المتنوعة أيه. اللي ناس تستغرقها يعني مش أكولات غريبة نعم أي شيء يعني ناس يحتاجوا عليها هنا نعم. كله أيه. موجود الملبوس البوية الرز بالرز والسكر نعم. والسكر والعدسات عدسات نعم العدس ما العدس والتمورات ما التمورات نعم والمعلبات هذه نعم. الواردة الجديدة بحكم ان هذا ميناء بحكم ان هذا ميناء طبعا وفي تبادل تجاري طبعا في تبادل تجاري لوين التبادل التجاري؟ التبادل التجاري لين عدن مع اليمن مع اليمن ومع حضرموت وحضرموت نعم اليمن وحضرموت نعم التجاره كانت متبادله نعم. حتى اذا مالك اذا ما يعرفوك ولا تعرفهم ايه. وتكتب لهم ورقه على ان بغيت كذا وكذا ايه. يرسلوا لك خلاص يعني في خط تجاري على ان في ثقه هنا موجوده نعم هذا بالنسبه لهذا الصوب لليمن بالنسبه لهذا الصوب هل كانت توصل الخشب اللي تطلع من هنا الخشب توصل مثلا للهند لافريقيا طبعا الى العراق مصر نعم. يجيب التمورات ما التمورات نعم. حتى احنا عمان نعم يعني جميع باقي المناطق الباطنة المناطق الباطنة مال الباطنة حتى التمورات مال عمان نعم. أغلبيتها كلها تجي لعندنا نعم هذا ويعني هي حياة سوق متكاملة يعني طبعا أماكن للجلوس وأماكن للعرض وأماكن حتى في بعض المحلات أنا نعم مسوي لهم طعم كان في مطاعم مطعمين نعم وقهوة مثلا إيه مكان بالفنجان القهوة بعد ما شيء كواب إيه كان زمان الفنجان فنجان القهوة فنجان القهوة الفنجان العربي هو في شاي وهو في قهوة هو في شاي وفي قهوة كل يستعملهم كلهم كم بكم كان فنجان القهوة؟ كان بيسة 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 نعم الحمرة هذه إيه بيسة يعني أنا أذكر في سوق مطرح بعشر بيسة ما هنا بيسة عنده أي بيسة نعم قال الفلجان أي بعدين كذا سكنات بعدين نعم ومن يدير السوق في كتاب وكذا ناس لا بس كل حد يدير دكانه نعم كل حد يدير دكان في بعض عارفين نعم معناته ما يسوي دكان إلا كاتب أي اللي يعرف الكتابة نعم المبنى المقابل على طول هذا مبنى الميناء هذا الميناء وكان هنا سبلة بس ما كانت بناية أي كان زور أنا قبل هذا كان قبل زور قبل هذا كان زور زين يعني سبلة ما زور نعم بعدين سووا عملوها بناية أها
وهذا الحصن ورانا. هذا الحصن ورانا. هذا الحصن من كان. حصن قديم. نعم طبعا الحصن تم تجديده هو حصن قديم. قديم نعم يقولوا في عصر المنجوي. نعم. هو الحصن. من الدولة المنجوية. يقولوا ثلاث تقريبا 300-3000 سنة عمره. ما شاء الله. والله حسب ما يقولوا. يعني هكذا. هذا حصن مرباط الرسمي. ها هم اثنين حصون. ايه. اما واحد هذاك اللي واحد اللي داخل. اللي داخل. نعم. لكن هذا قبل. واحد هذا. نعم. اما المينا هذه المينا ايه. ممتده من هنا ايه. الين المنطقه هذيك لغايه البنيان لغايه المدينه اللي كنا فيها المدينه القفل فيها. نعم. شو حتى امراض يعني يقول لك زمان ايه. كانوا تجار يعني بضايعتهم توصل من هنا الى هناك. نعم. ما تقول انت العيوش ما العيوش والتمورات ايه. والتمورات يعني هذا المكان كان تعرض فيه البضائع. ايوه لان كانوا اصلا ما تجيهم سفينه. نعم. كانوا ياخذون اكلهم كلهم من هنا. نعم. الا بعد في الا في عصر قريب. نعم. وتنقل على ركاب وعلى كذا بعد ما جت المعشرات و... نعم. وتأثرت الناس من كثرة العجور ايه. افتقرت الناس الرسوم الرسوم ايوه اذا عندك انت تاجر عندك 1000 ريال نعم. تعشر الثلث ماله نعم مال 1000 ريال ايه. بقيت على ماشي نعم. ما عاد بقى عندك ربح صح بقيت على ما انت عليه اخر ما تقدر تسوي على التجارة ايه. يعني زمان ما قبل النهضة الناس تعبها تعبها العشور العشور الجمرك اكيد نعم مثل ما قلت لك الوالد اللي كان يعشر ايه. نعم على كبر والدي ايه. المنطقة هذه كان فيها خور نعم كان فيها خور والخور كان يدخلوا السبل لوين يوصل؟ يوصل لعند البير هذيك الداخلية عند بيت ال عند بيت المنجوي هذا اللي يقولوا عنه نعم. بيت البخيت ايه عند بيت البخيت نعم كان يوصل إلى هناك وكان هناك ماء حلو نعم طيب أرجعك لأول قبل أختم معاك وإحنا بدينا من البحر ولفينا وصلنا للبحر مرة ثانية هذا المينا القديم ويعني هذا المكان كان كله خشب كل اكيد اه تذكرها خشب هذه كل خشب مال هالمربط من وين تيجي الخشب من هنا أه؟ غير خشب اهل البلد من وين تجي السفن الخشب السفن تجي من البصره وتجي من دول الخليج كلها نعم. ومن عمان نعم وغالبيه اهل صور شوف منطقه اهل صور نعم هذول كانوا يتعاملون مع المنطقه هذه نعم على تواصل على تواصل كان لهم سله بينهم نعم حتى كانوا يزتتوهم بفلوس وما فلوس وهم يجيبوا لهم بضائع ما بضائع بينهم تبادل بينهم تبادل يعني تجاري حتى وصلت الى درجه تزوجوا تقريبا فوق 300 حرمه من هنا يعني وصلت للعلاقات الاجتماعيه العلاقات الاجتماعيه نعم. واصبحوا الان هالصور يعني النسل فيهم نعم هذا شمجي وهذا خالي وهذا نعم. وهذا وهذا الحمد لله لحد الان يعني جماعه القبائل الموجوده بزور نعم. كل النسل فيهم الحمد حتى لله حتى هذا المسك يعني. نعم والله النسل فيهم نعم. اخواننا حلو وش مجلة حلو وإذا روحنا الكويت أمرنا نطلع بالخشب مالهم ايه. ما يأخذوا علينا جار يعني بسبب القرابة من العلاقات من العلاقات الاجتماعية نعم. اللي كانت بيننا وبينهم سافرت أنت سافرت أنا لوين سافرت للكويت للكويت الكويت والخليج نعم. السعودية لكن همشي بالكويت نعم نعم هذا أيام السفر بالسفن نعم بالسفن نعم. كم تأخذ مني للكويت شهر كم شهر والله نأخذ شهر ما شاء الله أيوة ولين ما نروح على طول على الريح على الريح بعدين على الشارع ما في كم مكان إيه يعني نروح تقريبا 10 أيام إلى نعم. من هنا إلى سور 6-7 أيام نعم من سور إلى مسقط 2-3 من مسقط إلى دبي نعم 7-8 أيام نوصل الكويت نكمل شهر كامل تمام ايوه واحنا كملنا حلقتنا اليوم الله يعطيكم العافيه احنا يعني كثير سعداء بهاللقاء سويت لنا جوله كثير حلوه يعني انا اعتذر عن اي تقصير في الحلقه فعلا مرباط اكبر من كذا مرباط محتاجه حلقات وليست حلقات تاريخ قديم موغل في القدم محتاج يعني كثير حديث طويل لكن اتمنى ان اليوم اعطينا للمشاهد فكره يعني قربنا الصورة للمشاهدين وابو سعيد محمد بن عمر اليافعي جزاك الله خير الله يزيدك خير ويطول في عمرك ويفرحك بأولادك وأحفادك مشكور وانت كذلك الجميع احسنت احسنت تدفينا بشيء راجعين احنا احسنت تقدم معنا احسنت ماشي جزاك الله خير خلاص درب ورانا درب ورانا درب احسنت مشكور 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 جزاك الله خير جزاك الله خير